يا الاختلافات دي الوقوف شرط كثير تفصيل، لكن نقطة سريعة قلت أقولها بشكل سريع بالحال عشان تقدر تصل البحث عنها. موضوع كالتالي بالعامية، أنا راكب الحصان، فلان راكب الحصان، كلنا قاعدين نهد، كلنا هدفنا الهد، ما نبغى نزيد ما نبغى نخفف. الحصان معنا اثنين، حاول يزيد ويغير اتجاه لما خاف من شيء معين، يمين أو يسار أو ورا. للركوب أحسن مني في الطريقة، الحصان ما نجح في الشيء هذا، وان اصر بيخفف، وان اصر وقف. فاللي صار هو اللي يبغاه الشخص بالضبط او اقرب للي يبغاه الشخص، ان الحصان ما كان ناوي يوقف، كان ناوي ينطلق فوقف. معي لان شغلي خطا نجح الحصان في الروغان او زادت السرعه، ثم مع الوقت رجع عاد. فكنا بعد ما عدى الحصان المكان اللي خايف منه او اختلف معنا فيه جانا الهد، لكن هذا سوى اللي يبغاه ثم رجع الهد، مع الحصان سوى اللي انت تبغاه او اقرب اللي انت تبغاه ثم رجع الهد. كيف تقارن هذا بهذا؟ هذا رقم واحد. اثنين، لما يقال ان طب كل اثنين اختلفوا، يعني كل اثنين ما اعطوك الهذب في النهايه، كنا انا كنت ابغى هذب وهو كان يبغى هذب، ما استمرنا بالهذب، كان في اختلاف حقيقي. نعم ما استمرنا بالهذب، بس مو بالحصان هنا كان يبغى يزيد، عفوا يبغى يخفف وزاد، او يبغى انا ابغى هذب وزاد، والحصان هناك يبغى يوقف ووقف. الحصان معه ومعي يبغى يزيد، معي نجح في الزياده لان شغلي خطا، معه يبغى ينجح يبغى يزيد وفشل في الزياده فخفف، فشغله صح. يعني اللي صار معه مو بس عادي، اكثر من اللي كان ناويه. انا لما ابغى هذب حصان، الحصان يبغى يفتح انجح في توقيفه، التوقيف اقوم الهذب بس في الحاله هذه، او الخبب اذا لا عاد تحكم في صرف الهذب. ومو بحصان يبغى يخفف وحصان يبغى يوقف، واحد نجح عفوا حصان يبغى يزيد، واحد نجح في السرعه وواحد نجح في التخفيف. هذا غير صحيح. هذا معناته انا عندك حصان يبغى ينطلق ونجح، هذا حصان يبغى يهرب وكن ونجح. اتكلم عن حصانين كلهم يبغون يزيدون، واحد زاد واحد لما صار يزيد خفف جم جم. طيب ممكن يقال الموزون يعني اختلاف يدل الوقوف، لو كب المان كب اصلا ما اندفع، حتى ما كان يبغى يندفع، كان يبغى يوقف. غير صحيح. نفسيا خايف مشوش يبغى يندفع، ودي انك لو تبالغ في ارخاء المان تعطيه فرصه اندفع انطلق، بس كحصان موزون يعرف انك تردف. فلما ترخي المان الحصان اللي لو اختلف معك في الطريقه دي وقف وخفف، صحيح يوقف ما راح يزيد، مو لانه ما يبغى يزيد، لانه يعني يعرف انه ما يقدر يزيد او ينطلق. الدليل انه لو كبيت المان وحركت كب ودك وصل للمكان وحصل من براده راغون تخفيفا مؤقتا من المتوقع ان يصير مخفف، مو بان اصلا يبغى يخفف. فمقارنه حصان يبغى يحرن نجح في الحرنه، او يبغى يكن ونجح بالكنه، بحصان يبغى يزيد او يروخ، والاختلاف ادى الى الوقوف، يوضح لك الى اي مدى اغلب اهل الخيل حافظ مو فاهم. وحتى لما يكون يركب بالطريقه نفسها يجي حصان يحرم معه ويكن معه، يختلف في الوقوف. شنو يختلف في الوقوف؟ يبغى يوقف وقف، يختلف في الوقوف. المفروض الحاله هذه الاختلاف يؤدي للزياده، الاختلاف يؤدي للوقوف. اذا حصان يبغى يزيد انا ابغى اثبت اوقف، لكن الحصان لما يبغى يوقف انا ابغى اتحرك، نتحرك ونخربط خربط من دقريوس مو بنوقف.